فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة عليها قضاء من رمضان وصامت أيام وهي في شك هل هي أكملت الأيام التي أفطرت أو ما أكملت، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ إذا قضت المرأة ما عليها من الصيام ثم شكت هل أكملت ما عليها أو لا، فإن كانت ذات وسواس فإنها لا تلتفت لهذا، وقد انتهى القضاء ولا حاجة إلى الرجوع إليه. وإن كانت ليست ذات وسواس وأن شكها هذا حقيقي فلا بد أن تقضي ما شكت فيه. تقدر الأيام؟ أي نعم تقدر الأيام، لكن ما لم تكن ذات وسواس، لأن صاحب الوسواس نسأل الله العافية لو طاوع نفسه وأتى بما شك فيه جلبت له شكا آخر. نعم.